تعد صناعة الحبال واحدة من أهم المهن التي تشتهر بها المدن الساحلية لاستخدامها في صيد الأسماك، وتتميز عزبة البرج في دمياط بهذه المهنة حتى في المنازل. المزيد في سياق التقرير التالي. صيد الأسماك مهنة يشتهر بها أهالي المدن الساحلية، وتقف وراءها العديد من الصناعات الأخرى التي تعمل على دعمها، وإحدى هذه الصناعات هي الحبال التي تستخدم في تسيير المراكب الصغيرة. صناعة الحبال مهنة قديمة لا يعرفها الكثيرون، لكن أهالي مدينة عزبة البرج التابعة لمحافظة دمياط يشتهرون بها، ويعتبرونها من إحدى الأدوات المهمة والمساعدة في الصيد، فلا توجد مركب تسير إلا وتستخدم الحبال في السير والرسو. صناعة الحبال في مدينة عزبة البرج بدمياط يستخدمون آلات خشبية لجدل ودمج الحبال بغرض تمتينها، ويبلغ طول الحبل 60 مترا أو 70 مترا، وأحيانا يصل إلى 100 متر. بشتغل وأنا عندي في الشغلة دي، وأنا عندي 15 سنة، بقى لي يطلع 55 سنة بشتغل فيها. وبعدين كنا بنعمل في قطن بنعملها طويلة 150 120 قامة و80 قامة و90 قامة. خدت بال سيادتك، القطر بتتعمل من 300 كيلو ل 600 كيلو ل 700 كيلو. تتعمل ده حبال بتيجي من المخلفات، بنعملها للقطر والحاجات دي، لكن في حبال تانية بتيجي بنعملها الشبك اللي هو بتاع بقية العدة كمالة لده، بتيجي من المصانع وبنعملها احنا. إلى جانب صناعة الحبال، تشتهر المدينة أيضا بصناعة الشباك اليدوية حتى في المنازل، ويتم صناعة بعض خيوط الشباك في مصانع مصرية، ويعاد نسجها كشباك مصرية 100%.